التواصل مستمر في هذه اللحظات، ينطلق شوطنا التاسع في هذه اللحظات، ونتابع وإياكم هذا الشوط من ضمن الأشواط المسائية، أشواط الرموز، أشواط الفضة. هنا في هذا المساء تابعنا الأربع الأشواط الرئيسية، أشواط المفتوح والإنتاج، ونتابع وإياكم مجريات هذه الأشواط المتبقية. هي أشواط عينية، سيارات فخمة مقدمة في هذا المهرجان الغالي. نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط وجائزة هذا الشوط، نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. المقدمة نتابع دواليب لمحمد بن سعيد بوضحة، يبدو لي إن هذا شعار رمز الإنتاج. يا سلام، هنا يقدم لنا بوضحة نجم من نجوم هذا المساء، يقدم لنا دواليب المركز الثاني. نتابع وهاجة محمد بن سعد بن راشد النابت على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع هنا وهاجة المركز الثالث، الله على الثنتين اللي انفردت في هذه اللحظات، المركز الثالث. نتابع الهايلة لسلطان بن محمد بن مسهر بالقوبع المنصوري على المركز الثالث. المركز الرابع فريحة لمبارك بن حسين بن راشد المصرقع قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس حفلة لحمد بن صالح بن هزاع العذبة على المركز الخامس، وبقيادة بن جهمان، حمد بن جهمان من يتابعها. نتابع وإياكم هذا الشوط وهذا الاندفاع، نتابع هذه الحقائق اللي أيضا نتابع انطلاقتها في هذا المساء. ما شاء الله تبارك الله، والعودة إلى التسلل من وهاجة، تسللت مع الكيلوين المتبقية، انقضت كيلوين واتبقت كيلوين، والناموس غالي. الله، هنا في هذه اللحظات مع محمد بن سعد بن راشد النابت يقدم لنا وهاجة على المقدمة على المركز الأول على الصدارة. نتابع اندفاعته في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. ما شاء الله يا وهاجة. المركز الثاني، هنا دواليب على المركز الثاني لمحمد بن سعيد بوضحة المري، ولكن شوف الضيفة ما شاء الله على هذا الأداء والقدوم من الهائلة لسلطان بن محمد بن مسهر بالقوبع قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث، شوف اللي قادمة هنا في هذه اللحظات. نتابع القدوم من فريحة لمبارك بن حسين بالمصرقع، ولكن شوف اللي تسللت بدورها في هذه اللحظات، الشاهينية لجابر بن ناصر بن محمد بن شابل المري. المركز الخامس حفلة على المركز الخامس مع مالك حمد بن صالح بن هزاع. هنا في هذه اللحظات ينطلق ويندفع هنا مع حفلة، ولكن الله، شوفوا بالقوبع يا سلام. هنا الهائلة لسلطان بن محمد بن مسهر بالقوبع المنصوري. الله على هذا الأداء والانطلاق، بينما بن شابل على المركز الثاني حفلة قادمة، حفلة أيضا لحمد بن صالح. هنا بن هزاع بن حبونة قادم، ولكن هناك أيضا وصول مع المركز الرابع. شوف اللي أول ندى غدير صاحبة الإنجازات، غدير في رصيدها سيارتين لعتيق بن فاران بن عتيق البريد. المركز الخامس المصرقع، ولكن نعود إلى الهائلة والنيسان بترول ستيشن، ولكن غدير العوايد نشاهدها، ولكن هنا المقدمة بالقوبع بنقريع. يا سلام، السيارة الثالثة تضيفها في رصيدها غدير. ما شاء الله تبارك الله، يا فاران، يا بن عتيق، يا بن قريع، اللي ما عنده سبوق يموت حي، لا ولا ذكره على الشاشة يبين. ها هي غدير الإنجازات، سياراتها تتجول في عزبة فاران بن عتيق. تهانينا والناموس، تهانينا يا غدير. سلام يا فاران، يا بن عتيق، يا بن قريع، مع هذا الفوز المتحدث
تستحق تهانينا لك يا تواجر خصيص مع هذا الناموس، ناموس غدير المركز الثاني. وصلت هنا الهائلة لسلطان بن محمد بن مسهر بالقوبع المركز الثالث. المركز الثالث معزل جويان بن رويضان بن جويان الدوسري. المركز الرابع، المركز الرابع فريحة المبارك من حسين بن راشد المصرقع. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت حفلة لحمد بن صالح بن هزاع العذبة. يا سلام يا هذا الشوط، ما شاء الله تبارك الله يا غدير، تضيف السيارة الثالثة في رصيدها. 5:57 و17 جزء من الثانية. تهانينا لفران بن عتيق ولمحمد بن فران وعتيق على الناموس في هذا المساء. هنا المركز الثاني، هنا نتابع قدوم الهائلة وتوقيتها 5:58 83 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الهائلة سلطان بن محمد بن مسهر بالقوبع المنصوري المركز الثالث. وصلت هنا اللي هي معزة وتوقيتها 5:59 11 جزء من الثانية. ما جبنا لها طاري إلا على خط النهاية لجويان بن رويضان بن جويان الدوسري. تهانينا والناموس للجميع. تهاني